في الحقيقة هو يوم حزين لكل عشاق الفن والسينما والدراما، حسن يوسف وبعديه الفنان مصطفى فهمي، أعتقد يعني حاجة صعبة. على الهاتف معنا ناقد الفني حاتم جمال، نتعرف منه على أبرز المحطات الفنية لكلا الفنانين ومراحل نجاحهما في السينما والدراما. أهلا بحضرتك يا أستاذنا. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية حسن يوسف، الشاب الشقي خفيف الظل اللي طلع في السينما المصرية في عصرها الذهبي، اللي كان مرافق أو كان صاحب البطل دايما وكان بيعمل معاه الشقاوة في السينما، كلمنا على المحطات الأولى الأساسية الرئيسية في حياة حسن يوسف. للأسف الشديد حضرتك زي ما انت قلت امبارح كان يوم حزين على الدراما الفنية، على الفن المصري والعربي كله، برحيل الفنان الكبير حسن يوسف، يعتبر أحد أيقونات السينما المصرية والفن المصري والعربي عموما. ولم ينتهي اليوم إلا مع بداية بظهور فكر جديد يرحل على نمن الفنان الكبير مصطفى فهمي. حسين فهمي علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية، لأن أنا بعتبره حالة فنية نادرة جدا. حسن يوسف الوحيد اللي أنتج، أخرج، ألف، مثل، عمل أكتر من 200 عمل فني متنوع ما بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح والتلفزيون. حتى وهو بيألف ما ألفش يعني ما استأثرش بالعمل كله وأخرجه، لا، هو عمل ألف بس قصة العمل وخلى آخرين يعملوه. فأنا بعتبر إن حسن يوسف علامة فارقة والوحيد في الفنانين اللي اعتزل مرتين وعاد. اعتزل 1990 واعتزل سنة 2023. وعاد من المره الاولانيه والمره الثانيه للاسف لم يكمل، وكان قرار اعتزاله قرارا اخيرا. الفنان حسن يوسف له العديد والعديد من الاسهامات الفنيه الناجحه وعلامات، وافلامه كلها علامات. لو اتكلمنا على بدايه تكوين حسن يوسف اللي هي مرحله الاربعينات والخمسينات، فدي شكلت كتير من وجدانه ان هو يبقى الولد الشقي اللي ابو دم خفيف. حتى لما اتخرج وراح اشتغل، ما اشتغلش على طول في الفن، لكن اشتغل مشرف فنيا في المسرح المدرسي في منطقه بنها، وما قعدش فيها كتير، قعد فتره بسيطه، وبعد كده هو اتجه لادوار مسرحيه. كان بيعمل مسرحيات لنظر ان هو خريج المعهد، فكان بيعمل حاجات بسيطه لغايه ما اكتشفه حسين رياض وقدم له اول فرصه في واحد من اهم الافلام المصريه اللي متاخد من 100 فيلم، انا حره. هو كمان كان ليه عدد كبير جدا من المحطات الخاصه في الدراما، بس في المحطه اللي بنتوقف كلنا عندها وهو مسلسل امام الدعاء، طبعا تجسيده لشخصيه الشيخ الشعراوي كان يعني اداؤه فيه مميز جدا، لدرجه ان الناس كتير كانت بتخيل ان هو ده الشيخ الشعراوي، فعلا كان تجسيد قوي جدا. كلمنا عن هذه المحطه الهامه بالذات. هو نقدر نقول ان جامعه ما قبل ما يتعمل امام الدعاء، هو اولا حسن يوسف عمل اعمال تاريخيه ودينيه كتير، مجرد مسلسلات كتيره جدا اتعملت في الثمانينات وبدايه التسعينات تاريخيه اشتغل فيها، منها الامام النسائي ابن ماجه ومحمد رسول الله او لا اله الا الله اسف، وبعد كده هو اشتغل في امام الدعاء. اللي يميز امام الدعاء عن كل الافلام المسلسلات اللي اتعملت قبل كده العلاقه القويه ما بين حسن يوسف والشيخ الشعراوي رحمه الله. العلاقه دي استطاع ان حسن يوسف يترجمها على الشاشه بشكل اقرب الى الواقع. اخد مستمد من روحه كتير جدا وهو بيقدم هذا العمل. امام الدعاء ما كانش مجرد مسلسل عابر في تاريخ السينما، في تاريخ الفن الدراما المصريه، لا، ده توقفنا كتير امامه لان هو غير من شكل السير الذاتيه اللي كانت بتتعمل عن الفن، عن الشيوخ الراحلين، واحنا كلنا كنا معاصرين الشيخ الشعراوي، وللعلم لم يسلم هذا العمل من الانتقاد. يعني الشيخ الشعراوي رغم العلاقه القويه اللي كانت بينه وبين حسن يوسف، الا ان ابن الشيخ شعراوي طلع حجمه قال لك ان هو كان الشيخ شعراوي رفيع وله كرامة، يعني ما معناه ان هو له كرامات، في حين ان قدمه حسن يوسف قدمه بشكل مميز ومحترم ومتوازن جدا جدا جدا. يمكن العلاقه بدات ما بينهم بحاجه غريبه جدا، كان اول عمره يعملها حسن يوسف كان بعد فيلم شاطئ المرح،
ورايحين يعملوه، فتعرف على الشيخ الشعراوي، ومن هنا بدات العلاقه وتوطت جدا جدا بعد الاعتزال. ويمكن كان متفق مع الشيخ الشعراوي ان هو اللي هيعمل السيره الذاتيه بتاعته، وقال له ان احنا هنعمل السيره الذاتيه، قال لك ما تعملهاش وانا عايش، خليه بعد ما مرحل. وفعلا استطاع حسن يوسف ان هو يوفي بما قاله للشيخ الشعراوي. صحيح. طيب يعني من كتر الاعمال اللي مثلها، انا برضو محتار عن الاعمال اللي انتجها واللي قام بالاشراف عليها. حضرتك قلت لي او ذكرت لي ان هو لم يكتفي فقط بالتمثيل، وانما كان مؤثر ايضا في الساحه الفنيه بعدد من الانتاجات الخاصه بيه. كلمني عن القصه دي. هو انت انتج في تاريخ السينما، هو عمل اكثر من 2 عمل، انتج 8 فقط. ومعظم هذه الاعمال كانت مع زوجاته الثانيه الفنانه شمس بارود، الذي عاش معها طول حياته بعد ما تزوجها. عمل افلام مثلا زي ولد وبنت والشيطان، الشياطين والكوره، وهو ده من اهم يعني احد الافلام المهمه اللي اتعملت عن كره القدم. الجبان والحب، والجبان والحب ده انتاجه واخراجه حصل في مشاكل رقابيه، كان مع برضك شمس البارودي، وكفانا يا قلب، وولاد رايه وسكينه. هو كل الانتاجات بتاعته او الاختيارات بتاعت الافلام اللي اخرجها كانت دايما بتتسم بخفه الدم، وان هو فيلم خفيف لايت كوميدي. ما كانش بيحب ان هو يدخل او يغامر بميلو دراما او اعمال تقيله، لكن هذه الافلام استطاعت ان تحقق جزء كبير من النجاح على المستوى. اي نعم، هي لا تقارن بانتاجات اخرى قدمها، يعني احنا في اعمال ثانيه لحسن يوسف ما نقدرش ننساها او تروح من دماغنا. يعني انا حر مثلا، انا حر الفيلم اللي بدا فيه ده يعد من فيلم من الافلام المهمه جدا في تاريخ السينما. ام العروسه كان برضك مهم جدا في تاريخ في تاريخ السينما. الخطايا، لكن الانتاجات اللي هو انتجها او الاخراج اللي هو اخرجه دائما كان بعيدا عن مدرسه العمل الكات القوي الذي يحصد جوائز. كان بيحاول يعمل فن خفيف، مش حاجه قويه. لكن هو كممثل قدم الولد الشقي، دمه خفيف، وقدم نماذج قويه ومختلفه من اعمال مختلفه. صحيح. بالامس كمان او فجر اليوم توفي الفنان مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عاما. يعني كلمنا اكثر عن ابرز محطاته الفنيه في مسيرته. هو الفنان مصطفى فهمي مختلف عن كل الفنانين اللي ظهروا في وسط الفني، لسبب ان هو من عائله ارستقراطيه، وهذه العائله كان ليها باع سياسي كبير، سواء في مجلس الشيوخ او سواء كان ابوه او جده في مجلس الشيوخ. وهو واخوه اتجهوا للعمل الفني، الفنان طبعا حسين فهمي. مصطفى حب التصوير، ودخل اكاديميه الفنون قسم معهد السينما قسم تصوير، ولكنه بعد اول عمل، رغم ان هو كان مساعد مدير تصوير في امير حبي انا، الا ان هو بعدها بسنه على طول اتجه الى التمثيل، وجت بالصدفه. يعني هو مثل بالصدفه، ولكن لما لقى في قبول فابتدى يكمل. انا بعتبر مصطفى فهمي واحد من اهم الفنانين اللي قدم دراما الوطنيه في تاريخ السينما المصريه، لانه قدم العديد والعديد من اعمال الوطنيه. يعني ما حدش يقدر ينسى ابدا دوره في دموع في عيون وقحه، ما حدش يقدر ينسى دوره في الحفار. اخر اعماله اللي عملها مؤخرا قبل وفاته كان فيلم السرب اللي اثار لاولادنا في ليبيا، لاولادنا اللي اخذوا غدرا في ليبيا. فهو فنان استطاع ان هو يجسد جميع الادوار، قدم شخصيات الشريره، قدم الشخصيه المعقده نفسيا، قدم الشخصيات الخفيفه اللايت، قدم الشخصيه الرومانسيه. حتى الرومانسيه لما كان بيقدمها في بدايه حياته اختلفت تماما عن الرومانسيه اللي قدمها في نهايه، يعني لما كبر او نضج او اختلف الموضوع. على اي حال، رحمه الله على الفنان مصطفى فهمي والفنان حسن يوسف، خساره كبيره للفن المصري بالتاكيد. هنفتقدهم كثيرا وهنفتقد اعمالهم. شكرا للناقد الفني حاتم جمال على هذه المعلومات وعلى هذه المحطات لكلا الفنانين.